شو صاير قلي قلبي ولع مثل النار علي راح وما قلي طبيب دواني وعطيته عنواني حكيته حكاني وريح الباني وحياتك يا تيتا أنا رح تتنطق. ألو نعم. إيه أهلاً أهلاً. نعم حضرة الدكتور تي زيني. لا حبيبي مش بالطه بالته تي زيني مش تي تي زيني عمل معروف تي زيني يا حبيبي إذا بتريد لو سمحت ما تقولها بالطه. إيه نعم إيه نعم لا لا من دون موعد فيك تيجي لعندي ساعة اللي بتريد. إيه بس قلي شو حالتك أنت شو بدك شو أعمل لك مساج؟ لا يا حبيبي أنا ما بعمل مساج. لا 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 يا خيي الدكتور تي زيني بالتي مش بطه. ايه ما بيعمل مساج. لا تي زيني ما بيعمل مساج حبيبي. انا ما خصني بالمساج انا بعالج الاصابات الرياضيه. نعم فادي الخطيب انا مصلح له كتفه. نعم ماكسيم شعيا حبيبي ماكسيم شعيا انا مجلس له رقبته. ما فكر رقبته انا صلحت له اياها. نعم نعم رضا عنتر اجره مين صلح له اياها انا تي زيني تي زيني حبيبي مش بطاه بالته رجع بقول له تي زيني تي زيني يا حبيبي. نعم لا لا ما بعمل مساج يا خيي ما بعمل مساج افهمني بقى شو بتريد دلك على واحد عمل مساج. لا حبيبي ما فيني دلك على مساج يا خيي انقبل شوف ضبط حالك انا ما بعمل مساج قبل لك. روح يا حبيبي روح الله معك بدي دبر له واحد يعمل له مساج هذه الاخره انا والله دكتور قد الدنيا الدكتور تي زيني بالته مش بطاه بدي اعمل له مساج لك هالاخره. ايه والله بعد ناقص يقول لي اعمل لي اكسترا كمان. في واحد بده يحكي بونجور دكتور. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا تفضل يا اهلا وسهلا. حضرتك دكتور تي زيني؟ ايه تي زيني تي زيني تي زيني. ذكرتني بمثل التيتا كانت تقول لي اياه تي زيني فرد الباس. ضحكتيني ضحك مهضوم. اهلا وسهلا دكتور. انت بتعمل مساج؟ مساج مساج ايه انا اللي بعمل مساج خي انا اختصاصي مساج 26 سنة اعمل مساج انا انا لك اهم واحد بيعمل مساج بلبنان والمهجر. واو خي اهلا 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 فرحتني واخيرا الهيت. اهلا 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 طلبي بس انت كيف بدك نوع المساج يعني نوع؟ ايه انت قال لي الانواع وانا بنقي. ايه ايه ليكي في عندك المساج التايلاندي هيدا على الارض هيك وبالاصابع جراين هيك 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 واو ايه هاودي هاودي مزي هيدا. لا لا مش مزي انت شوفي بس اعمل هيدا جرونت كار هيدا احلى شيء في هذا. ايه في عندك المغربي مغربي؟ ايه حلو كثير مساج مغربي هذا بهارات وكذا وقصة بندوره وخيار هذا اكله اكله. وفي عندك المساج الوطني. الوطني هيدا هو بفهم عليه وبيفهم علي احسن مساج بالعالم الوطني عن جد. انا دائما بقول هيك خي. طب دكتور قولي هيدا الوطني بتدعكه بالزيت ولا بلا زيت؟ لا انا بالزيت اكيد بالزيت خي. لا لا بالزيت انا بالزيت بالزيت كل شيء بالزيت كل شيء بالزيت اختصاصي زيت انا كثير منيح. نعم. واي نوع زيت؟ زيت زيتون بكر. لا عم بمزح عم بمزح. لا 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 انا عندي احسن انواع الزيوت للاجسام يعني بحطه على الجسم بصير يزلبق تزلبق يعني كيف ما ضربت ايدي بصيب. ايه ايه شو حلو حلو كتير. المهم ما يبقع الجلد. لا اعوذ بالله شو يبقع انا معي ببقع لك ما في شيء معي ببقع ايدي بينلفوا بحرير عن جد كثير منيح يعني بهالطريقة أكيد 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 كل التعب بحل حيل. مش بس التعب بحل حيل المفاصل بتحل حيل. ايه كله بده يحل حيل كله 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 هيك 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 بده يصير هيك 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 دكتور. ايه تعي 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 مستحية تعي عادي عادي اسيبو
بدي اسال سؤال. لك عادي اسالي. عادي. عادي. اهلا اهلا. ما تستحي. ما انت بتعمل. دكتور. انت بتعمل اكسترا. نعم. ولك اكسترا اكسترا تعمل اكسترا. انت بدك اكسترا. ولك ايه بتعرفوا شو لحق الواحد وفات بخبصه هيدا المساج يا يعملوا على الاخر مزبوط يا ما يعملوا. شو رايك؟ مليون بالمية معك حق. يعني ما حق مليون. مش مليون مليون مليار. لك يا يعملوا مزبوط اما 60 عمره ما يعملوا. يعني انا فكرت مزبوط. ولك فكرتي مزبوط. ولك انت اللي بتفكري صح. تعال لي دكتور. بس بدي اسالك. إيه؟ انت بتعمله بايدك؟ نعم. يعني انت دكتور مهم بتعمله بايدك ولا عندك مساعدين او مكانات بيشتغلوا هن؟ لا 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 بايدي. كله بايدي. واو. انا كله بايدي. مين بدي انا ما بسلم شغلي لحدا، ما بامن بحدا، ما بوثق بحدا، انا كله بايدي، كله هيك دعك 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 هيك. شو دكتور هيدا؟ هيك 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 يا هيك الدكاترة يا بلا. طيب طيب لاحق لاحق روح. طيب دكتور. نعم. انت وعم تعمل المساج بتحط هيك موسيقى ناعمه هاديه جو رومانسي؟ اكيد اكيد. وبعدين مش كيف ما كان، انا بعمل المساج من الراس للواحد لكعب اجريه. كله 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 على كله. ولما تشوفه قول له هو فكرنا. طيب دكتور طمني. طبعا طبعا كله كله حاضر. انا بحط لك موسيقى. واو. مش بس موسيقى، بضوي لك اللمبه الحمراء وبحط لك ديزوازو جازوي جازوي مشان تحسي بالاشياء. واو شو حلو. اللمبه الحمراء كثير مهمه، بتريح العيون. انت شوف اللمبه الصفراء شو بتعمل. عن جد؟ منجربها. يلا كلها لمبة. طيب دكتور. انا قررت رح اعمل ساعة، شو رأيك؟ قدي بتكلف الساعة؟ ساعة؟ ولك ايه؟ واحد هيك بيريح جسمه على الاخير. لا بدك ساعة. ايه؟ لا بتستاهلي ساعتين، بتستاهلي ساعتين. 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 طيب قلي قديش بتكلف؟ لا لا انت كأول ساعة ايه؟ بلاش. فور فري أول ساعة. والساعة الثانية بنبقى نتباحث إذا بناخد منك ولا لا. شو بلشت تهري مبين؟ ما هري. عمهلك 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 عمهلك. يعني دكتور رح تعمل لي ساعة ببلاش؟ رح أعمل لك ساعة ببلاش. واو. بس ليكي صدقيني، بس تشوفي أنامني السحرية عم يشتغلوا، مين ما قعد تحت إيدي أنا برجع بعيدها مرة تانية ومرة ثالثة، لأنه أنا تيزيني بالتي مش بالطاء، أنا ملك المساج بالبلد. دكتور تيزيني. أكيد أكيد كل جمعة رح كون عندك. وبتعك اليوم. طيب قل لي أي ساعة فينا نعمل؟ هلا بدنا نعمل. هلا؟ إيه لا بقاش تنطر، ما في شيء بينطر. خلص؟ إذا تعوقنا بعد بقاش فينا نعمل شيء. طيب وين؟ 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 هون؟ وين؟ هون على الهيدا. هون؟ ايه هون هون على هيدا؟ على هيدا. اوكي مش غلط. انت حضري حالك. انا رح فوت احط الموسيقى وشوية لمبات وكذا وعطر. كتر اللمبات والعطور. الله يكتر من امثالك. يلا جاي. واخيرا لقيت هيدا الدكتور. عمالك عمالك يا حبيب قلبي. عمي هلك خليني اياك يا جدي. ما بالي غيرك يا عمري انت. شو هيدا؟ شو عم تعمل هون؟ قوم قوم قوم. مين فوت لهون؟ لك وين كنت؟ شو فوتك لهون؟ قوم 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 فيلم لهون. قوم قوم مش فوتك هلا. شو هي؟ منو هيدا؟ جدو. مين جدو؟ جدو. جدك هيدا؟ لك ايه؟ شو عم بيعمل هون؟ لك شو عم بيعمل هون؟ اللي ساعة بحكيك وبقلك بدنا نعمل مساج ساعة وبتقلي شو عم بيعمل هون؟ جدو يوبرني قاعد كل الوقت الدم عم يمشي بجسمه. بعدين التيتا إلى عمر متكلة فاهتم بالاكسترا. لجدو؟ ايه لجدو. ليك عندي جدو بالدنيا، اذا ما حينبسط بالاكسترا بدي اقبرك. شو فهمت دكتور؟ لا انا برجع بعد ساعه وجمعتي الجاي كمان
باي جدو حبيبي. الو. لا حبيبي طي زيني بالتام بالطه مش بالتي. طي زيني طي زيني. نعم خير. لك لك ايه جدي دكتور طي زيني. ايه جدي لك اي ساعة بدنا نبلش بالمساج الاكسترا لانه صار له زمان هالقمر ما بهد. الله يعينك الله يعينك.